بإذن الله ثاني عروضنا في جولة المملكة من بعد انتهاءنا من القصيم، اليوم موجودين في الدمام وإن شاء الله عروضنا تلاقي نجاح وتلاقي استحسان من الجمهور. زومبي 2 أو أي جزء كان من أعمال زومبي إحنا متخصصين أن نقدمها تكون أول شيء تفاعلية مع الجمهور، هي مو بلاي باك هو تفاعلي، الجمهور يسولف نرد عليهم وهم يقولون لنا الخطة إحنا نرد، يعني في تفاعل بيننا وبينهم. اثنينها عائلية، يعني يفضل أن تكون العائلة والطفل موجودين، كل أفراد العائلة من 4 سنوات وصعد لغاية 35-40 سنة. فيها طبعا هي فيها أهداف، فيها قصة، فيها رسالة موجهة للطفل والعائلة إن شاء الله يستفيدون منها، ونتمنى تيجون تحضرون وتنورونا. وطبعا نشكر المملكة اللي طبعا دائما داعم المواهب الشابة. دوري الأم، وطبعا ما راح أحرق المسرحية، أحب أن يجون يشوفون شنو قصة المسرحية. المسرحية عائلية وفيها أهداف، فيها لعب مع الجمهور مع الأطفال، فيها أغاني. الاختلاف إحنا جزء ثاني، فإحنا سلسلة من في الجزء الأول عندنا كان في مفارقات شافوها الناس، فالحين إحنا تكملة للجزء الأول. الأشياء الجديدة يعني إحنا نقلنا طبعا العائلة، شلون ترابط العائلة، لحمة العائلة، الاحترام المتبادل بين العائلة، البنت شلون المفروض تكلم أخوها، شلون تكلم أبوها. كنت أرقص وأحب كذي خرع، يعني كذي خرع وايد حلو وايد ينن، والناس كلهم متفاعلين، دائما صفقون، دائما يروحون قدام ويرقصون. جمهور القصيم يعني ما أقدر شلون أوصفه، كان وايد يعني يخرب، كان وايد جميل، كان وايد حلو. أنا مثلت بزومبي 1 وهذه المسرحية الثانية اللي هي زومبي 2، بس مثلت هذين المسرحيتين، وصراحة عمل ممتع، حيل استانست فيه واستانست بالعمل والناس اللي يو عشان حبوا هذا الشيء اللي احنا سويناه.